الفلتان الأمني والاغتيالات ومهاجمة هيئة تحرير الشام الإرهابية مقرات الفصائل وهجمات معاكسة للفصائل، ثلاثة عناوين رئيسية تلخص المشهد في مدينة إدلب وريفها، ليصبح الخوف هاجس المدنيين الساكنين فيها والمهاجرين إليها. الفلتان الأمني والاغتيالات ومهاجمة هيئة تحرير الشام الإرهابية مقرات الفصائل ثلاثة عناوين رئيسية تلخص المشهد في مدينة إدلب وريفها، ليصبح الخوف هاجس المدنيين الساكنين فيها والمهجرين إليها. وفي التطورات، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن إطلاق مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية النار على شخص نازح في بلدة زردنة بريف إدلب الشمالي، ما أسفر عن مفارقته للحياة على الفور، ليرتفع إلى 373 شخصا على الأقل عدد من اغتيلوا في أرياف إدلب وحلب وحماة منذ 26 من نيسان أبريل الفائت من العام الجاري 2018، إضافة إلى 82 مدنيا بينهم 13 طفلا وست مواطنات، عدد من قضوا من خلال تفجير مفخخات وتفجير عبوات ناسفة وإطلاق نار واختطاف وقتل ومن ثم رمي الجثث في مناطق منعزلة. ووفقا للمرصد السوري، تسببت محاولات الاغتيال بإصابة عشرات الأشخاص بجراحة متفاوتة الخطورة، بينما عمدت الفصائل لتكثيف مداهمات وعملياتها ضد خلايا نائمة اتهمتها بالتبعية لتنظيم داعش الإرهابي. وفي الأمس ارتقى 4 أشخاص على الأقل، أحدهما طفل في 8 من عمره، ولا تزال أعداد من قضوا قابلة للإزدياد لوجود جرحى من مدنيين ومسلحين إصاباتهم بليغة، وذلك نتيجة تفجير بسيارة مفخخة ضرب حي القصور وسط مدينة إدلب ضمن منطقة تواجد للعناصر الأوزبك والتركستان بحسب المرصد. كما أنه في 20 من شهر تشرين الأول أكتوبر الجاري، أفادت مصادر باختطاف مسلحين مجهولين لرجل نازح في بلدة سرمين شرقي إدلب، ليعثر على جثمانه أمس الأحد مقتولاً وجثته ملقاة جنوب البلدة. وفي شمال حلب، رصد المرصد السوري ارتقاء طفل لم يتجاوز 9 أعوام برصاص طائش جراء شجار مسلح جرى بين مجموعتين اثنتين في مخيم شمارخ بمنطقة عزاز الخاضعة لسيطرة الفصائل بريف حلب الشمالي. وأضافت المصادر أن تبادل إطلاق النار جرى بين مسلحين حاولوا سرقة آليات من المخيم وإدلبيين مسلحين في المنطقة، وذلك دون حسيب أو رقيب، في فشل متواصل من قبل الفصائل بضبط مناطق سيطرتهم وفرض الأمن فيها. وفي سياق منفصل، أعلنت مصادر أنه عاد الهدوء الحذر ليسود مناطق الهدنة التركية الروسية في كل من اللاذقية وإدلب وحلب وحما، وذلك منذ ما بعد منتصف ليل السبت الأحد وحتى اللحظة، حيث لا تلبث ساعات الهدوء أن تمضي إلا وتخرقها الأطراف المتنازعة هنالك، سواء بقصف أو استهدافات أو اشتباكات. وفي الوقت ذاته دخل الاتفاق الذي جرى بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان يومه السابع على التوالي دون أي تغييرات على خريطة المنطقة منزوعة السلاح، حيث تواصل المخابرات التركية مساعيها لإقناع العناصر الإرهابية بمغادرة المنطقة منزوعة السلاح وسط رفضهم الاستجابة حتى الآن. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، وينضم إلينا للنقاش في هذا المحور من ريف إدلب مازن الشامي الصحفي. مازن، مرحبا بك. نعم، مرحبا. نعم مازن، في ظل الحديث عن حالات اغتيال شبه يومية بالإضافة إلى مفخخات وما شابه ذلك، ما الذي يحدث اليوم بالضبط في إدلب وما حولها؟ تفضل. نعم، يعني أولا على ذكر الفلتان الأمني والتفجيرات، يعني ميليشيات الأسد روجت منذ يومين على أن التفجير الذي حصل في بلدة ترمانين في ريف إدلب الشمالي هو انفجار لمعمل المواد الكيماوية، وتوفي في الانفجار حسب النظام 9 خبراء أجانب. طبعا هذه الأخبار عارية عن الصحة. أمس أنا توجهت شخصيا للمكان، تبين أن الانفجار هو لمواد من الأسمدة تستعمل في تفجير الصخور لتفكيكها، وأن يصب يعني طبعا الأبراج كانت مادية، وحقيقة في نفس المكان يتم بناء جامعة للطلاب ومنازل المهجرين الذين وفدوا للشمال السوري. يعني إذا المكان هو يعني مكان يعني إنساني بامتياز. طبعا بالنسبة للفلتان الأمني،
حقيقة يعني معظم القنوات تتكلم عن فلتان أمني في شمال السوري، بالمقابل هناك فلتان أمني كبير عند النظام، يوميا هناك حالات اعتقال واغتصاب وسرقات نعم وخطف، حتى يعني على مستوى الميليشيات يعني الأسد في حلب أمس، يعني كان هناك ميليشيات الوطني في حلب هاجمت دورية تابعة للشرطة ما أدى لمقتل العديد نعم وجرح العديد طيب من مازن، المرصد الأفراد. السوري لحقوق الإنسان يقول منذ نيسان أبريل وحتى اليوم، منذ نيسان الفائت، هناك 373 عدد من اغتيلوا. من المستهدف بالضبط من وراء هذه الاغتيالات؟ سيدي الكريم، يعني الفلتان الأمني في الشمال المحرر موجود، أنا لا أنكر، وخاصة في إدلب وأرياف حلب وإدلب وحماة. نعم طبعا هذه الاغتيالات تحصل رغم التجديد الأمني من قبل الفصائل الثورية على مداخل ومخارج جميع المدن والبلدات. طبعا اليوم الاغتيالات هي وتحصل للقيادات من قبل مجموعات وميليشيات، وخاصة يعني العناصر التي زرعها النظام أو الخلايا التي زرعها النظام في داخل المناطق المحررة. كل يوم يتم اعتقال العديد من هذه العناصر. طبعا أمس بالتحديد سقط 3 شهداء بينهم طفل وجرح آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة إدلب في شمال سوريا، وبالتحديد في شارع القصور. طبعا مباشرة تتوجه فرق الإنقاذ إلى المنطقة. منذ قليل يعني كان هناك اشتعال لأحد المحلات في مدينة أردانا مما أدى لاستشهاد طفلين. طبعا هناك حالات كثيرة وفلتان أمني كثير. نتمنى من الفصائل أو المكاتب الأمنية التابعة للفصائل أن تقوم يعني بالتجديد على مداخل ومخارج البلدات أكثر من ذلك، ليتم يعني حقيقة يعني إلقاء القبض على هؤلاء الذين يستهدفون المحلات والمناطق المأهولة بالسكان. طب مازن، أغلب الآراء تقول أن الاغتيالات يقف وراءها إما مخابرات سورية أو إقليمية وتستهدف كل الأطراف أو الشخصيات التي تعارض الاتفاق الروسي التركي في إدلب. طبعا هناك بالفعل يعني شخصيات وميليشيات كثيره ما تفشل يعني بالفعل الاتفاق التركي الروسي، وخاصه يعني كما ذكرت لك يعني اليوم ميليشيات ايران وميليشيات اسد تحاول يعني ادخال خلايا الى المناطق المحرره من اجل خلق مشاكل بين الفصائل لرفض الاتفاق الروسي التركي. لذلك كما نبهت لك منذ قليل يعني يوميا الفصائل او المكاتب الامنيه التابعه الفصائل تلقي القبض على العديد من العناصر التابعه ان كان الميليشيات اسد او حتى ميليشيات ايران. وامس بالتحديد كان هناك مناهضه من احد المعتقلين الايرانيين المتواجد لدى هيئه تحرير الشام من اجل حقيقه يعني الخروج من 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 سوريا واطلاق سراح جميع السوريين المتواجدين ان كان عند تنظيم ايران او عند تنظيم الاسد. اشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات مازن الشامي الصحفي، حدثتنا من ريف ادلب، شكرا لك. العوده اليكم سيد الصاروخان، يعني ما تشهده إدلب لغاية اللحظة يظهر فشل كبير في إدارة المنطقة من كل الفصائل المسيطرة، سواء المصنفة على قوام الإرهاب أو غير ذلك، وعلى الرغم من أنها كلها تدور في الفلك التركي يبدو بأن حالات الاغتيال ستستمر. طبعا ماذا سننتظر من منطقة إدلب التي أصبحت ملاذا لجميع الفصائل المسلحة التي كانت تحارب النظام في معظم المناطق السورية، أو لجميع الإرهابيين الذين تواجدوا على الأراضي السورية. إدلب أصبحت مقرا لهم وملاذا لهؤلاء جميعا. النظام السوري وبالتوافق مع القوات الروسية والقوات الميليشيات الإيرانية التي تصالحت مع بعض هذه الفصائل وتصالحت مع بعض هذه القوات والمجموعات الإرهابية وسمحت لهم بالخروج من تلك المناطق والتوجه إلى إدلب. أي إدلب أصبحت مكانا لتواجد الإرهابيين الموجودين في سوريا وبعض الفصائل الأخرى موجودين الآن. ماذا سيكون هناك من أمن واستقرار في تلك المنطقة؟ أين هي القوانين والإدارات الموجودة التي تسير أمور المواطنين في تلك المنطقة؟ هناك تدخلات كثيرة من جانب التركي، هناك تدخلات من جانب النظام السوري، هناك تدخلات الميليشيات الإيرانية تتدخل، الروس هم يتدخلون، المجموعات الإرهابية الموجودة، جبهة النصرة هي موجودة، هيئة تحرير الشام هم موجودين، مختلف الفصائل الإسلامية الراديكالية هي موجودة في تلك المنطقة. لهذا لن يكون هناك استقرار ما دام هناك يوجد صراع إقليمي ودولي في سوريا فيما بين القوى العالمية والقوى الإقليمية. لهذا الجميع سيتدخل، لهذا أصبحت إدلب
المشكلة الأساسية الآن لإيجاد الحل للأزمة السورية الموجودة. لذا سيكون هناك اغتيالات يومية وستكون هناك سيكون هناك فلتان أمني وسيكون هناك فوضى عارمة في تلك المناطق، ولا يوجد أي قانون يسير عليه المجتمع أو الأهالي في محافظة إدلب وفي تلك المنطقة. طب بالجانب الآخر الأهم في إدلب سيد ساروخان، أن الكثيرين هناك كثيرين يتحدثون باسم سكان إدلب، ولكن عمليا السكان مسلوبة إرادتهم سواء من قبل تركيا أو من قبل التنظيمات الإرهابية التي في معظمها أجنبية غير سورية، وهناك وجود لبعض المجموعات السورية المسلحة التي لا حول ولا قوة. طبعا عندما نقصد هذا الشيء، الضحية في هذا العمل وفي كل هذه الممارسات التي تحصل هو الشعب السوري وبالأخص شعبنا في مدينة إدلب. هؤلاء لم يكن يوما يحبذون أن يتواجد لديهم مجموعات إرهابية أو فصائل مسلحة عسكرية لديهم، لم يكن يحبذون ذلك، ولكن فرض عليهم فرض هذا الشيء. النقطة الأخرى التي نود أن نتحدث إليها، نتذكر عندما قاموا بالإعلان عن مدينة إدلب بأنها محررة من النظام السوري، ولكن الذين قاموا بتحرير مدينة إدلب كانوا هم جبهة النصرة وغيرهم. أي تحرير هذا يتحدث عنه الإعلام سابقا وصفقت لها الكثير من الأيادي في المجتمع الدولي على أرض واقعنا. لهذا مصير إدلب هو مصير نحو الزوال، ومصير في هذه النقطة كان عندي سؤال مهم في الحقيقة، هو مجهول المصير. الضحية هي كبيرة في مدينة إدلب، المساكين الشعب الفقير في إدلب هو من يدفع ذاك الثمن. من يستفيد من كل هذه المعمعة وكل هذه الصراعات؟ طبعا الجانب التركي بالدرجة الأولى هو المستفيد، هو المستفيد بالدرجة الأولى، كون الجانب التركي هو من يحرك اللعبة في مدينة إدلب وغيرها. هو من قام بتسليم هؤلاء جميعا لأسلحتهم وعتادهم إلى النظام السوري في المناطق السورية الأخرى، والتوجه إلى إدلب. الذين ركبوا الباصات الخضراء والتوجه إلى إدلب استسلموا للنظام، وهنا أتت اللحظة النهاية للقضاء عليهم جميعا أو استسلامهم للنظام السوري وللشرطة العسكرية الروسية. طب هل من سيناريو يمكن تطبيقه على الأرض في إدلب يجنب إراقة الدماء ويحترم إرادة سكان تلك المنطقة برأيكم؟ لا أعتقد أن يكون هناك حل، ولكن يجب أن يوعى أهل إدلب والمجموعات والفصائل الموجودة في إدلب بأن المسبب الرئيسي للأزمة في سوريا وخاصة في إدلب هي الحكومة التركية وحكومة أردوغان. يجب أن يصلوا إلى هذه الحقيقة. هؤلاء الأجندات التي هي أمام الجميع الآن، أجندات الحل هي استسلام تلك القوات وتلك الفصائل والإرهابيين في تلك المنطقة للقوات الدولية أو للنظام السوري على أن تجري بعض المصالحات هناك. الجانب التركي دائما يبحث عن مصالحه في إدلب وغيرها من المناطق، لهذا تركيا ضحت بتلك المجموعات، ضحت بالمعارضة المزعومة التي كانت تسمي نفسها معارضة، ضحت بكل هؤلاء مقابل مصالحها للحفاظ على مصالحها في جرابلس، في الباب، وفي إعزاز، وأخيرا كانت في مدينة عفرين. وليس بعيدا أن تقوم تركيا ببيع إدلب كاملة أمام بعض المستحقات أو بعض الفتات من المصالح. طيب. لهذا ستترك شعب إدلب لمواجهة مصيره بنفسه. نذهب المجموعات المسلحة الموجودة. لا تبقى لدينا كثير من الوقت في هذا المحور، نذهب الآن إلى المحور الأخير من النقاش فيما يتعلق في مناطق المصالحات الأكثر التي شهدتها أكثر من منطقة سورية. سيد الكريم والسادة المشاهدين، فاصل ونعود للنقاش.